النهارده في وان شوت هنتكلم عن النجم الشاب كيليان امبابي لاعب باريس سان جيرمان واللي بيواصل الانجازات حيث حصل على جائزه افضل لاعب فرنسي من اتحاد اللاعبين المحترفين في فرنسا خلال الحفل اللي اقيم مساء امس وسط حضور كوكبه من نجوم كره القدم ابرزهم بالطبع ديدييه ديشان المدير الفني لديوك واللي سلم بنفسه الجائزه لكيليان امبابي. امبابي كده حصل على جائزه افضل لاعب للمره الرابعه على التوالي وده طبعا انجاز كبير لنجم شاب بيواصل سيطرته على بطوله الدوري الفرنسي وايضا بيواصل هيمنته كقائد لمنتخب فرنسا خلال السنوات الماضيه. كيليان امبابي حضر حفل توزيع جوائز الافضل في الوقت اللي غاب فيه ليونيل ميسي والسبب المعلن هو حضور حفل غنائي في مدينه برشلونه الاسبانيه. طبعا ده كلام بيتردد ويثير ايضا العلامات الاستفهام والتعجب اكتر واكتر على ليونيل ميسي ومستقبله مع فريق البي اس جي واللي بنسبه كبيره هيرحل بنهايه الموسم بالاضافه كمان الى العلاقه اللي ما بينه وما بين كيليان امبابي واللي تعتبر مش افضل حال. طبعا زي ما احنا عارفين فريق باريس سان جيرمان حسم تتويجه بلقب الدوري الفرنسي للمره الثانيه على التوالي وال11 في تاريخه بعد التعادل مع نظيره ستراسبورغ بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجوله ال37 من عمر مسابقه الدوري الفرنسي.